نقص الحواجب نفرق بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة. فإذا كانت متزوجة وكان ذلك بقصد وبنية أن تتزين لزوجها وبعلمه فهو جائز، لأن القاعدة عندنا أن كل ما يحسن المرأة ويجملها في عين زوجها ويحببها له فهو مطلوب. أما إذا كانت غير متزوجة فلا يجوز، وهذا هو اللي تتنزل عليه الأحاديث على الله الناصصة والمتنمصة، لأن فيه تزويراً.